مناطق مختلفة، فيها فرق، فيها كنجوب، أبوب، كل مناطق بتاعت شمال بحر غزال، وأبناء وبنات جنوب السودان كلهم حاضرين في هذه المنطقة. هي منطقة قديمة لكن تم تأسيسها بواسطة أحد من أبناء جنوب السودان الأبرار الأخ الكريم سمو الكرنواي كرلياي اللي أسس المنطقة وضم فيه كل السكان بمختلف الولايات ومختلف المحافظات في ولاية شمال بحر الغزال. هي منطقة كبيرة جدا وفيها السكان لا يقل عن 18,000 نسمة، ودي تأمين للناس اللي كان بيقول انه الناس دايرين يهاجروا عشان ما يمشي للسودان. المنطقة محتاج للمياه، محتاج لشبكة للاتصال، ومحتاج لطرق، محتاج لمدارس، محتاج للوحدات الصحية. احنا كحكومة الولاية وعدنا المواطنين في المنطقة بين المدرسة الثانوية والمدارس الأساس سيتم إنشاؤهم في أيامات القلائل القادمة، بما في ذلك الوحدات الصحية. في نفس الوقت برضو رغم الإمكانيات الولاية المحدودة سيكون هنالك توفير للمياه لسكان المنطقة. احنا شاكرين لسكان ذات منغار أمول لاستقبال الكبير اللي عملوه لنا منذ الصباح الباكر. احنا أتينا هنا مع مجموعة من أعضاء حكومة الولاية وأعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان بولاية شمال بحر الغزال وأعضاء المجلس التشريعي بولاية شمال بحر الغزال. عايزين ننتهز هذه سانحة أن نقول للمنظمات الوطنية والعالمية بأنه منطقة منار أمول هي منطقة نائية، منطقة بتحتاج للخدمات، خدمات عاجل، محتاج لخدمات عاجل لأنه فيها سكان كبير جدا، فيها أطفال، فيها أجهزة، ناس كبار بتحتاج لأنه لازم يعني يكون في خدمات لهم. هم فاقدين الأكل، عايزين يدعمون بمواد بتاعت الإغاثة، ومحتاجين برضو لمواد بتاعت الإيواء بتاعت السكن، ومحتاجين برضو يدعمون بمواد أو أدوية وأشياء كثيرة يحتاج إلى المنطقة. لذلك أنا برفع النداء بتاعي لكل المنظمات WAP و WHO، كل المنظمات الإنسانية والمنظمات الوطنية الآمنة في جنوب السودان أن يأتوا يقدموا الدعم لسكان هذه المنطقة. إحنا شاكرين لمحافظة أويل الشرقية لاستضافة بتوعهم لكل السكان بتاع المناطق الأخرى من محافظات بتاع ولاية شمال بحر الغزال أن يعيشوا في سلام وفي الوئام وفي الأمن في المنطقة دي. ده من المناطق المرتفعة حقيقة ويوجد فيها صعوبة بتاعة المياه، ولكن احنا شاكرين للأخ كير لشغل بتوعه والعمله وللموية اللي وفره وللنظام العمله في المنطقة، وتم التوزيع بتاعة الأراضي لكل مواطن الموجود هنا في المنطقة. نعمل النهوض بعد أيام قلائل وإن شاء الله الناس كلها تستقر، وإن شاء الله إحنا نعمل بإنه المواطنين يعيشوا في سلام وفي الأمن والأمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا بور بني كير رافن أي كير كده كده لو يمل مل كده نيجي نيجي دميا ترسر بين كبيا ليوك تنو بي كيا بور بعيسى كم كوينيا أبا كوين كيا بدي أبور شال وبن بن ويا بدي أبور نور بنا لوي تشيت يجين تيجين كالا بابنا بي بابنا كير كبي tak benar weh ka e bay na san fakir ma yar bi yene ke bay e mutine kina ruwene ne bi jare
okay, kira tu ni aluel aluel kau jangan cium dia, cium pun pingul, luk aluel. Kau yang aman, kau yang aman, yang aluel dia. Kau jangan cium dia, cium. Ayah tanya pun, ayah ni, kira ayah ni ni, aku tu ni tu tu, belok alamu, belok dia lah, cium dia ni apa, nanti dia ni nak, kata kau mesti nak aluel apa, bagiu. Kalau nak cium kiri kan, kalau cium kan bukan aja, cuma doa cium. Maka jarak tu, Yang lebih penting adalah, Kayaknya kamu kibar kan, bui. Mau cakap dengan orang tu kan? Eh, mau cakap. Bagaimana baca? Dah lupa. Jadi yang cukup, kerjimu lebih kan? Lari di bujara ni asal orang.